وللوقوف على آخر تطورات المشهد في أوكرانيا بعد ضم بوتين رسمياً 4 مقاطعات أوكرانية للاتحاد الروسي، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد. أهلاً بك سيد عبد الله معنا. يعني بداية، بوتين يوقع قانون ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا إلى بلاده. السؤال هنا، كيف سيغير هذا التوقيع مجرى الحرب في أوكرانيا؟ تفضل سيد عبد الله. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. اهلا بك. يعني في الواقع الان تصمت لغه الدبلوماسيه وتلالع لغه الحرب في الميدان والقوه لمن هو يتغلب في الواقع الميداني. نعم. طبعا يعني موضوع التوقيع على اربع جمهوريات، طبعا هذا يعني لم تاخذ به لا اوكرانيا ولا امريكا ولا العالم الغربي اي شيء بالحسبان. والدليل على ذلك يعني طبعا هو استمرار القوات الأوكرانية بالتقدم نحو إقليم دونباس والوصول إلى الحدود الإدارية، ويعني استمرار هذه المعارك. في الواقع نحن الآن أمام مراحل لخطة حربية. هذه الخطة الحربية يعني مقابل كل مرحلة من مراحل التعنت الروسي هناك رد فعل أقوى من قبل يعني أمريكا والحليف الغربي لأوكرانيا. الآن مثلا في البداية طبعا كان الدعم على مستوى صواريخ الميمدال التي أبلت بلاء حسنا على يعني صعيد الطائرات المسيرة. بعدها بدأ الهايمرس، طبعا الراجمات التي تصنف ضمن أسلحة الدقة العالية. والآن بعد توقيع يعني بوتين بضم هذه المقاطعة، طبعا يعني ألمانيا بدأت الآن تدخل الخط بتزويد أوكرانيا بالدفاع الجوي. يعني هو عبارة عن سباق محموم على الواقع الدراماتيكي الأوكراني. يعني هنا نحن الآن أمام واقع، هذا الواقع هو مصيري. مصيري بالنسبة للقوات الأوكرانية مع القوات الأمريكية مع القوات الروسية. نحن الآن أمام صراع قوتين. يعني لم نعد أمام مثلا يعني نهج أو أسلوب الحرب الباردة سابقا، الآن أصبحت حرب ساخنة وتترجم على الأرض. سيد عبد الله، هناك مراقبون يؤكدون أنه على الأرض يحصل تقدم سريع للقوات الأوكرانية على حساب روسيا في مناطق سيطرت عليها روسيا مؤخرا. إلى ما ترجع هذا التقدم الأوكراني؟ الآن نحن طبعا نستطيع أن نقول أن محيط خاركيف، إيزيوم، ليمان، وطبعا الآن بدأت يعني حتى أطراف خيرسون بدأ الآن يعني الهجمات المعاكسة يعني تتركز. نحن الآن أمام هجوم جيش يسمى هجوم الجيش الاستراتيجي. الآن أوكرانيا سخرت كل شيء في ظل الدعم، استغلت الكثافة النارية، الغزارة النارية للسلاح الموجود لديها، بخلق يعني كثافة نارية واستغلال للدعم الناري الموجود لديها، ب يعني تدبير الخطوط الدفاعية للجيش الروسي. وقامت بموضوع يعني هذا حساس جدا، بقطع خطوط الامداد. يعني منطقه ليمان هي عباره عن عقده مواصلات لامداد الجيش بالذخيره، بالوقود، بالطعام، بكل انواع التامينات الاداريه. الان القوات الاوكرانيه قطعت خطوط الامداد، اصبحت الان القوات الروسيه معزوله عن غرف العمليات لديها وعن الانساق الثانيه الموجوده لديها التي تقوم بمؤازرتها ودفعها. وأصبحت هذه القوات منها من هو محاصر، منها من أصبح في دائرة القتل، ومنها من انسحب انسحاب يعني عشوائي وليس منظم. فهذه السرعة في التقهقر تعود إلى الدعم، أيضا الدعم الاستخباراتي الغربي بتحديد الأحداثيات الهامة التي تؤثر على قدرة القوات الروسية
التي هي أصبحت يعني منهارة معنويا، إضافة إلى أنها عسكرية منهارة معنويا. الحديث أضف إلى الآن، الحديث الآن لضيق الوقت اسمح لي دكتور عبد الله، الحديث عن دور أوروبا في الإمداد، يعني ما الدور الذي يلعبه الغرب في تقدم القوات الأوكرانية الحاصل مؤخرا؟ هو دعم قتالي بالوسائط القتالية، دعم استخباراتي، دعم ما نحن نسميه بالأمن السيبراني، يعني دعم سيبراني للقوات من أجل أو بالمفهوم العسكري نسميه حرب إلكترونية، دعم بالمعلومات الإلكترونية والتشويش الإلكتروني نعم. على القوات التي تعمل بالأجهزة اللاسلكية. مجمل هؤلاء ما ذكرتم قتاليا، إداريا، استطلاعيا، استخباراتيا، إلكترونيا، كل هذا الدعم يعني أدى طبعا بمجمله إلى أن تكون هناك يعني انتصارات للأوكرانيين على القوات الأوكرانية التي الروسية نعم. عفوا التي تحتل خمس مساحة أوكرانيا. فهذا وماذا عن الموضوع الدور الأمريكي سيد عبد الله؟ ماذا عن الدور الأمريكي ومدى إمكانية أن يلعب هذا الدور الأمريكي؟ يعني رؤية في مثلا تغيير مجرى الحرب أو دور في تغيير مجرى الحرب، عن الدور الأمريكي الحديث الآن تفضل. في الواقع الدور الأمريكي منذ البداية كان له دور في تدمير عدة مواقع، حماية مواقع أيضا، تشويش، تدمير الطراد الأمريكي موسكافا، طبعا هو دعم بريطاني، دعم أمريكي، تحديد نقاط يعني الإبرار المظلي، نسميه احنا الإبرار المظلي في المفهوم العسكري، يعني الإنزال المظلي، تحديد مواقع هذا الإنزال وتدميره. يعني فشلت روسيا كثيرا في الإنزالات المظلية للاحتلال مثلا أوديسا والوصول إلى مايكولاي. هذا من نوع الإمداد الأمريكي طبعا مستمر، وأمريكا نعم، مستعدة كما جاء على وضحت الإنسان بايدن الفكرة، نكتفي. بتقديم مليار و 1.2 شهريا نعم، للقوات الأوكرانية. نكتفي بهذا القدر. أشكرك ضيفي عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك.